فكرتها حتى من الجصاصات، يعني في ظريف قديم، في ورقة قديمة بتجمعها وتعمل منها زي ما قلتي ألبوم، وبالإضافة لورقة تقدر تكتب ذكريات خاصة بالمناسبة. إحنا حنتواصل، وصلنا لخليل مرة تانية. هايلين مرحبا، حيلك أنسام. أهلا يا هايلين، والهاشتاقات والتويتر والإنستغرام والفيس والواتس وكل وسائل التواصل. أكيد مرحب بكم ومرحب بكل أسعد المشاهدين. الآن حنتجول في هذه المواقع المختلفة اللي ذكرتها أنسام، و تعرف على مجموعة من جديد مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، انتشر في تويتر هاشتاج رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وغرد رواد من موقع تويتر على هذا الهاشتاج. استرليني ذكر، قال والله لم نرى من الشعب السوداني إلا الصفات النبيلة، الوفاء والشهامة والفزعة والأمانة، خبر أفرح كل عربي أصيل. أكيد ويتحدث عن هذا الهاشتاج اللي هو مصاحب لخبر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أما موقع أخبار السعودية في تويتر فقال مغردا على هذا الهاشتاج: سفارة السودان في الرياض تعرب عن شكرها وتقديرها لدور المملكة في رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد. بنت حامد قالت في تغريدتها: الحمد لله وألف مبروك للشعب الأصيل، الله يرزقكم على نيتكم الطيبة. العتيبي قال في تغريدة له: ستكون هناك طفرة اقتصادية يجب على الحكومة استغلالها أولا، مكافحة الفساد حتى لا تكون هناك أرضية أو حتى تكون هناك أرضية خصبة لجذب الاستثمارات. أحمد الفايد غرد قائلا: بلادي وإن جارت علي عزيزة، أهلي وإن ضنوا علي كرامه، مرفقا صورة تحكي عن تفاعل الشارع السوداني مع هذا الخبر. وأكيد هذا الخبر بنشاهد الآن في هذه الصورة، يعني تفاعل الناس وفرحتهم، لأنه زي ما ذكروا المغردين في هذا الهاشتاج، ربما تكون هناك جوانب يستفيد منها السودان وتستفيد منها الحكومة السودانية ويستفيد منها الشعب السوداني فيما يتعلق برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أما في اليوتيوب مشاهدينا الكرام، فقد اخترنا لكم فيديو بمناسبة مهرجان السودان الوطني للمسرح، الدورة الأولى الذي يقام هذه الأيام، دورة الرائد المسرحي الفكي عبد الرحمن 2018، جزء من مسرحية أربع رجال وحبل، تأليف ذو الغفار حسن عدلان وإخراج قاسم أبو زيد أكيد، وتمثيل مجموعة السديم المسرحية. ذو الفقار هو مؤلف هذه المسرحية. نشاهد معا جزء من هذه المسرحية. شايدة خير وقصير من العقيل والذهب.
وتجد الغيمة تقلبه والخدار يقوم والخير يدور والخدار يقوم والخير يدور والخدار يقوم والخير يدور والخدار يقوم والخدار يقوم والخير يدور والخدار يقوم والخير يدور والخدار يقوم بحر ايوه بحر بحر وين بحر حلتنا بحر حلتنا شال الموج ودبر شايل الخير والطين بالعبير مزان ممكن الشلوكه تتكى فيما من الارض والخدار يقوم والخير يدوم والخدار يقوم والخير يدوم والخدار يقوم يا مطارد يا عيسي إن علمه المالي يا مطارد يا عيسي إن علمه المالي إلا خليا مالي أنت كريا بي أكيد المقولة المعروفة والمشهورة جدا اعطيني مسرحا وأعطيك شعبا هي معروفة جدا ويمكن بتذكرنا بتفاصيل كثيرة جدا لكثير من الناس اللي هم عشاق للمسرح حيلين ودي دورة أولى وتحمل اسم رائد مسرحي سوداني أكيد بتحسسنا بانتمائنا الكبير جدا ل كل وسائط وتواصل الإعلام ومن ضمنها المسرح أكيد المسرح أبو الفنون يا خليل أكيد. وأجمل ما في المسرح إنك بتشاهد الدور وبتسمع الأصوات مباشرة وبتتفاعل معاه صحيح. ده أجمل ما في المسرح خشبة المسرح يمكن في أم درمان قدمت العديد من المسرحيات وحتى كانت هي أرض خصبة لكثير من المهرجانات الثقافية اللي عرضت عبر خشبة مسرح مسرح أم درمان الثقافي أكيد ويمكن الآن برضو تعود الحركة من جديد لهذا المسرح ودي بتبشر حقيقة بتفاعل كبير جدا مع كل اللي يعرض إن شاء الله إن شاء الله بشريات كانت جميلة من خلال أستاذنا أبو بكر الشيخ اللي كان موجود معنا قبل تكلمنا عن المسرح وتحية كبيرة أيضا للمخرج الأستاذ قاسم أبو زيد أنا بحييه من هنا وكل فريق العمل اللي عمل الأستاذ ذو الفقار حسن عدلان وأيضا مجموعة السديدة المسرحية اللي كانت قدمت السديمة المسرحية اللي قدمت العمل الرائع والمسرح الأيام دي يا خليل فيه صحوة كده بتاعت فيه حركة مسرحية في مسارح رجع لزمانه من جديد وعاد المسرح بذات الألق والجمال صحيح كثير من الناس هم بيعشقوا هذا المسرح وكما ذكرنا مشاهدين هو واحد من الوسائط والوسائل اللي ممكن تعكس كثير من مضامين الشعوب المختلفة بهذا نصل إلى نهاية فقرة السوشيال ميديا لهذا الصباح مشاهدينا كنت معكم وأكيد تتواصل هذه المحطات المختلفة ولا نعود إلى أنساب وهايلين إحنا معنا بوكي ورد يا خليل شكرا لك ووصل البوكي محمد سليمان طبعا محمد سليمان وصلاح حاجة الحمد لله على السلامة وشكرا للباش مهندسة إسراء عايزين منه وردة انتوا الاثنين طبعا أكيد محمد سليمان أخذ نصيبه أنا متأكدة عايزين ولا خلاص اكتفي به وانا في نهايه الحلقه ممكن الواحد لحظه اشوف البوكي شوفيو انت خايفه نشيل لا ما خايفه لحظه اوليه يعني اول ما زول يجيه بوكي بتاع ورد بيحاول يستنشق عشان ما يحس باحساس جميل واحساس
رواية حلوة يعني بتديك رايحة جميلة وانتعاش يعني من الصباح إنه أنت والألوان قدامك بوكيه بتاع ورد حقيقي بيحمل رسالة جميلة. شكرا باشمهندس إسراء، نحن حقيقة شاكرين ومقدرين لك للأشياء الجميلة اللي جتها معنا من خلال الورد، وخليتين نحن ذاتنا نفرح ونسعد ونحس إحساس أكيد. معرض الزهور أنا حأحجز اللون الأبيض واللون الأصفر مع بعض الاثنين يعني دلالات مختلفة مع اللونين يعني الوان الاصفر طبعا بيدي الحيويه والنشاط وكذا، والابيض اصلا لون مريح يعني اكيد للعين فاي فالاثنين ديل لحقاتي طبعا تمام ما في مشكله. الابيض دلال على الصفاء، الاصفر في والسلام، الاصفر في بعض البلدان ممنوع منع بات تنتهي داخل تحديدا في الصين او في اليابان ممنوع منع بات تنتهي داخل للمريض بورده صفراء لانها بتعني الموت او المرض صحيح. فتحيه لك يا خليل، وردتين اصفر ابيض. انسام لو سمحتي رجعي لي البوكي بتاعي. يا سلام تفضلي. شكرا يا انسام. شكرا من جديد للباشمهندس اسراء اللي قامت بتنسيق بوكي الورد، اكيد هو البوكي لكل فريق عمل صباحات طيبه. شاكرين لكم، انا اتمنى انه يتخطى في الفازه الموجوده في الديكور الجديد. ما في اجمل من كده يا انسام ان احنا في نهايه الحلقه يصلى بوكي ورد نختم به بالوان مختلفه وبروائح اجمل واروع في جميل. صباح السبت. نحن شاكرين لإسراء وشاكرين لكل الناس اللي تابعتنا من بداية حلقتنا وكانت حضور معانا من شرقنا السودان الحبيب، بديناها ببور سودان أيضا ختمناها، اتجولنا في ولاياتنا الحبيب، مشينا تندلتي شفنا الحصاد اللي موجود في تندلتي وأيضا كمان معرض الزهور، وكان حضور معانا ووسائل التواصل المختلفة من خلال السوشيال ميديا. خليل شكرا جزيلا لك وشكرا هايلين. شكرا محمد سليمان من البعد. شكرا خليل، شكرا أنسام، شكرا محمد، شكرا لكل العاملين في الكنترول. لحد ما نلقاكم بإذن الله غدا حلقة جديدة بمجموعة من الفقرات. خالص تحياتنا، في أمان الله.